مساء الفل. شفنا في الفيديو اللي فات مقدمة عن الـ Well Completion في نطاق السيلبس بتاع الـ IWCF الخاص بعمليات الـ Well Intervention، وشفنا الفرق ما بين أنواع الـ Completions المختلفة، وشفنا ليه لازم أعمل Clean Up قبل ما أبدأ أعمل Completion، واتكلمنا عن مقدمة سريعة جدا عن الـ Gas Lift Operation في Subject اسمه الـ Artificial Lift. النهاردة هنتكلم عن الموضوع الثاني في السيلبس بتاع الـ Completion Equipment Module في الـ IWCF والـ Intervention، وهو الـ Christmas Tree. الـ Christmas Tree هي الجزء اللي بيركب فوق الـ Tubing Head Flange لما بكون هبدأ عملية الـ Production، وكمان هو اللي بقدر إن أنا أنزل منه في البير وأبدأ أعمل عمليات الـ Intervention. لو بصينا على المكونات بتاعة الكريسماس تري اللي قدامنا دي، هتلاقي لو مشينا على الأرقام كده، أول فالف فوق خالص ده اسمه السواب فالف، ده الخاص بالويل انترفنشن أوبريشن. الفالف رقم 2 اللي هو الكيل وينج فالف، خلينا كده ما نشغل الليزر بوينتر. الكيل وينج فالف لما بحب أعمل انجكشن أو أحب إن أنا أضخ حاجة من الكيل وينج فالف. وعندنا كمان رقم 3 هنا الأبر ماستر فالف، وهتلاقي العلامة اللي فوق الأبر ماستر فالف دي اللي هي على شكل بيستون، معناه إن هو ده من النوع الهيدروليك جيت فالف، اللي هو ساعات كتيرة بيكون واير لاين كتر، يعني بيقدر يقطع الواير لاين. لما نيجي نتكلم عن الواير لاين كمان هنعرف إيه اللي بيتقطع بالظبط. اللي تحت ده اسمه اللور ماستر فالف، وده مش بيستخدم عادة، ده بيفضل مفتوح، نستخدم الهيدروليك. ورقم 5 هنا اللي هو الفلوينج فالف اللي احنا شايفينه رايح هنا على الخطوط بتاعة البرودكشن. وهنا كده في فالف برضو او تشوك، العلامة السهم دي، ده كده معناه تشوك. التشوك ده اللي هو بنقدر ان احنا نتحكم فيه في السيرفس بريشر، وبالتالي اقدر اتحكم في الريت بتاع البرودكشن. طبعا لازم بيتعمل للكريسماس 3 دي تيست قبل ما بعمل ريج اب للانترفنشن اكويبمنت، سواء كنت يعني هشتغل بالواير لاين او هشتغل بالكويل تيوبنج، فلازم طبعا بعمل تيست للكريسماس تري. والتيست زي اي تيست بتاع اي ويل كنترول اكويبمنت لازم طبعا بيكون متسجل على البارتون شارت ريكوردر، اللي هي الورقه اللي بتلف اللي هي عليها الساعه او التايمر، بنسميها بارتون شارت ريكوردر، عشان لو في ناس مش عارفه اسم بارتون، عارفين ان هو المكنة اللي بتسجل، لكن بارتون تشارت ريكوردر مش كل الناس عارفة الاسم ده. وطبعا هذا التيست بيتمضي عليه. وعادة لما بنحب نجيب الكريسماس تري بنجيبها 50% أعلى من الانتسيبيتد أو الماكسيم انتسيبيتد ويل هيد بريشر. طيب إيه اللي بيكون موجود تحت الكريسماس تري أو بداخل التيوبنج هيد فلانش؟ بيكون في باك بريشر فالف. هذا الباك بريشر فالف هو بيكون وان واي فالف، اقدر اضخ منه من الكريسماس، يعني من اتجاه الكريسماس من فوق، لكن ما يجيليش منه اي حاجه من تحت، وده لازم بركبه قبل ما بكون هشيل الكريسماس تري. وبتعب اعمل له طبعا تيست، هنتكلم عن الانفلو تيست. وعلشان بمبدا الباريرز اللي لسه ان شاء الله هنتكلم عليها في الفيديوهات بتاعه الكمبليشن اوبريشنز، لازم بعتمد على اتنين بارير يكونوا موجودين لو حبيت اشيل الكريسماس تري من مكانها. فبنحط داون هول بلاج، الداون هول بلاج ده او الديب سيت بلاج بتكون موجوده تحت خالص في الكمبليشن سترينج من تحت خالص، وبتعمل لها انفلو تيست. وبعد كده بحط بلاج تانية او الباك بريشر فالف ده اللي هو بحطه في التيوبنج هيد فلانش، بيكون هو السكندري بارير. وكلمة انفلو تيست هي معناها ان انا بعمل تيست سلبي، او مش انا اللي بحط تيست بريشر من نفسي، لا ده هي الفكرة ان انا بيكون عندي ايه البلاج موجودة في التيوبنج من تحت، وانا بسيب البريشر بتاع البوتوم هول او الفورميشن هو اللي يضغط في اتجاه الفلو على البلاج دي من تحت. طب انا بعمل ده ازاي؟ بعمل ده عن طريق ان انا بعمل ريديوس للبريشر على ناحية السيرفس في الداون ستريم. يعني وليكن مثلا ان البريشر اللي جاي لي من الفورميشن هو 1000 بي اس اي، فانا لو قللت البريشر على السيرفيس مثلا خليته 500 بي اس اي، يبقى انا كده عندي ديفرنشال بريشر او فرق في الضغط ما بين تحت البلاج، ده الضغط العالي اللي بيعمل تيست في اتجاه الفلو في اتجاه الاب ستريم، والضغط القليل اللي هو فوق
البلاج. فلما بكون عايز اعمل تيست على الداون هول بلاج او الديب سيت بلاج، عادة ممكن اعمل تيست ب 50% من الشوت ان تيوبنج هيد بريشر، ولو تمام ببتدي ان انا اعمل تيست على الباك بريشر فالف، ان انا بعمل بليد اوف للسيرفيس بريشر واخليه زيرو كمان. طيب لو حبينا نخش في التفاصيل ونعرف كل جزء من اجزاء الكريسماس تري بنعمل ايه، وبدأنا باللور ماستر فالف، وزي ما شفنا في الصورة اللي فاتت كده ان اللور ماستر فالف هو عادة بيكون مانوال فالف، وفوقيه بيكون الابر ماستر فالف بيكون هيدروليكلي اوبريتد فالف. فالمانوال فالف ده برضو الناس اللي شغالة في براريم حفر، الوينج فالف مثلا بتاع التشوك لاين عادة بيكون عليه بلف مانوال وبلف هيدروليك. احنا بنسيب البلف المانوال مفتوح وبنشتغل بالبلف الهيدروليك. بنفس المبدأ بالظبط احنا شغالين برضو على الكريسماس تري، اللور ماستر فالف اللي هو المانوال فالف ده بنسيبه اخر حاجة بلجأ ليها وهو مانوال، فهو لا يفضل اصلا ان انا اقرب من الكريسماس تري يكون فيه بريشر، فهو مانوال فالف سيبه للاخر خالص، وبيكون كل شغل اللي انا عايز اعمله بعمله بالهيدروليك ماستر فالف. ولو المانوال فالف ده استك على الوضع المقفول وانا عايز ان انا ابتدي احاول افتحه، فعلشان اضمن برضو بمبدأ الباريرز ما ينفعش ان انا اروح كده وافتحه ما يكونش حاجة حمياني تحتيه، لان انا لو هو مستك مقفول وانا عايز افتح فانا كده تحت ما فيش باريرز. فبنأجر حاجة اسمها جيت فالف دريلينج يونت او كويل تيوبنج او بالواير لاين، يعني ممكن نعمل ميلينج لهذا الفالف، بس اشهر حاجة موجودة اللي هي الجيت فالف دريلينج يونت، وهبقى احط لينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو لو حد حابب يخش يتفرج او يشوف الصور بتاعه الجيت فالف دريلينج يونت دي عامله ازاي. حاجه تاني برضو من ضمن الحاجات اللي انا ممكن احاول ان انا افتح بيها الفالف ده لو هو مستك، ان انا ممكن احط اتش سي ال بيل لو انا عندي سكيلز كربونيت مثلا، وممكن اسيحها بهذه البيلز اللي هي الاتش سي ال بيل. ده كده باختصار اللور ماستر فالف، هو فالف ما فيهوش اي حاجه، لكن طبعا زيه زي اي مانوال فالف بيكون لي عدد لفات، فانا لازم لما باجي اقفله واجي افتحه انا ببقى عارف هو كام لفه بالظبط، علشان لو هو في اي ريستريكشن جوه البور بتاعه الفالف نفسه عن طريق عدد اللفات انا بقدر اعرف. ولما باجي اقفله برده ما بقفلوش واشحطه للاخر مقفول، لازم بديله زي ربع لفه كده في الاتجاه العكس عشان ما يستقش معايا على الوضع اللي أنا بسيبه عليه. بالنسبة للأبر ماستر فالف اللي هو ساعات كتير بيكون واير لاين كتر، ده بيبقى هيدروليك زي ما اتفقنا، وده اللي احنا بنستخدمه على طول. ولو هو استق في الوضع المفتوح فإحنا ممكن بنركب شير سيل جيت فالف أو شير سيل بي أو بي فوق الكريسماس تري علشان اشتغل بيه كانه هو ده الكاتنج فالف بتاعي او الكاتنج اكويبمنت بتاعتي لو هو مش عايز يقفل معايا. فهو بما انه هو فقد شغله وفقد وظيفته كواير لاين كاتر، فانا ساعتها لازم بستعيد عنه بوسيله اخرى تديني امكانيه القطع اللي هي بنسميها الشير سيل جيت او الشير سيل بي او بي، بركبه فوق الكريسماس تري. وقدام شوية إن شاء الله في فيديوهات تانية وفي مواضيع تانية هنتكلم عن أحطه على ارتفاع عامل إزاي، وإيه الميزة لما يكون الارتفاع ما بين البي أو بي وكريسماس تري مسافة صغيرة أو مسافة كبيرة، ده هنتكلم عليه قدام شوية. هنا السلايد هنا بيتكلم بالتفصيل عن إمكانية القطع أو الكاتنج أبيليتي بتاعة بعض أنواع الماستر فالفز اللي بتكون موجودة، وهي عادة بتقطع البريدد لاين أو السليك لاين السايز بتاعهم 7 على 32 من البوصة، فهي تقدر تقطع دي الكاتنج أبيليتي بتاعتها. البلف على اليمين اللي هو الفلوينج فالف اللي هو كان عليه التشوك في الرسمة اللي شفناها في الأول خالص، ده ممكن يبقى مانوالي أوبريتد، وده اللي بيعدي منه زي ما اتفقنا الهيدروكربونز اللي أنا بنتجها. والناحية التانية الكيلوينج فالف بيكون مانوال فالف، ده اللي انا بقدر اضخ منه اي حاجه، واللي بضخه من الكيل وينج فالف
بينزل عن طريق كريسماس تري ويعدي جوه البير جوه التيوبنج، لان التيوبنج بتكون متعلقه جوه التيوبنج هيد فلانش، فانا اي حاجه بضفها بتنزل وتعدي من الكريسماس وتخش في التيوبنج عن طريق التيوبنج هيد سبول. اما بقى السواب فالف ده اللي احنا بنكون بنستخدمه لما اكون عايز اعمل انترفينشن اوبريشن، يعني لو انا في الوضع الطبيعي وضع الانتاج ده بيكون مقفول والفلو بتاعي خارج من الفلوينج فالف من ناحية اليمين، والتري كاب اللي فوق دي بيكون محطوطة. لما باجي انا اخش على البير عشان اعمل اي انترفينشن، فاللي هيسمح للتولز اللي بعمل لها ريجا فوق الكريسماس تري انها تنزل في البير ان لازم السواب فالف ده بيكون مفتوح، وبعد كده ببتدي ان انا انزل جوه البير بتاعي. وطبعا في ترتيب لفتح وقفل البلوفه عشان اضمن ان ما يحصلش وير للفالف، ولا طبعا يحصل اي ضرر للناس اللي بتفتح وتقفل البلوفه اندر بريشر. طبعا تاني هنا بيتكلم عن لما باجي اقفل الفالف لازم برجعه ربع لفه عكس، ولو انا بقفل او بفتح بعد عدد اللفات الخاصه بالفالف نفسه. ده كده باختصار فيديو سريع عن الكريسماس تري والمعلومات اللي المفروض تعرفها عن الكريسماس تري لو انت حد مهتم بعمليات والانترفينشن. وان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم عن الويل هيد والتيوبنج هانجر والسبيسيفيكيشنز بتاعتهم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا لو في اي حاجه عايزين نتكلم فيها او نحسنها تسيبوها لي في الكومنتات، وشكرا لكم.